السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ باشمهندس محمد، طبعا حضرتك باشمهندس محمد أحمد، حضرتك طبعا كنت دعيت لي على الفيس على دعوة، عايزين بقى نعرف ايه اللي تم او ايه بالظبط حضرتك دعيت لي. تمام، احنا طبعا دعينا يوم الجمعة اللي فاتت، مش الجمعة اللي عدت دي، الجمعة اللي قبلها، ان هيتم اجتماع بين السكان. وبالفعل امس تم الاجتماع بعد صلاة الجمعة على اساس ان احنا نشوف موضوع التقصير الامني اللي موجود حاليا. فاجتمعنا امس في المسجد كسكان فقط لا غير، ابتدينا نناقش مع بعض حته ان احنا ايه الاجراءات اللي احنا ممكن ناخدها مع الشركه عشان ترجع تهتم بالامن زي ما كان. يعني احنا كلنا كنا اول ما سكننا كان اللي كنا نتكلم ونقول ان الميزه الوحيده اللي متواجده في المكان الامن، وكانت هي الحافز الاساسي اللي خلتنا جينا سكن. تمام، فاذا كانت الحافز الاساسي اللي احنا جينا عشان نسكن عشانه ما بقاش موجود، في خلل اصبح فيه، ولما تيجي تتكلم معاهم يدور لك على مبررات الفشل. يعني مش مثلا ان هو يبقى يقول طب ده في مشكله ونعترف بيها بعدين، طب ايه خطوات الحل وكذا. فبناء على الموضوع ده ابتدينا نتحرك، اتحركنا يوم السبت اللي فات مجموعة من السكان في حدود 10 سكان، جينا قابلنا اللواء سمير واتفقنا معاه. وكان من ضمن الحاجات، لان طبعا كان اغلب المشاكل مصدرها العمال، وخاصة العمالة اللي بتبات في الموقع بشكل غير نظامي، اللي هم بيبقوا قاعدين في عماير تحت الانشاء. فاقترحنا عليه كالتالي، ان يتم نقل العمالة المتواجدة بالمرحلة الاولى والمرحلة الثانية بالكامل، ويتم حصرهم في مكان محدد في المرحلة الثالثة عشان يبتدي ان هو يقدر يسيطر عليهم بسهولة، وفي نفس الوقت يحمينا احنا من المشاكل بتاعتهم. طبعا هم النهاردة لما جينا قعدنا معاهم النهاردة هم بيقولوا ان احنا تم الموضوع ده، هم بيقولوا انه تم، لكن واقع الامر ان هو فعلا ما تمش. واقع الامر ان هو فعلا ما تمش الموضوع بالشكل كده. وابسط دليل على كده ان احنا يعني هم بيمشوا الساعه 4:30 5، احنا بنكون متواجدين، والسكان المتواجدين كلهم، يعني الاستاذ حسن، الاستاذ محمد، الاستاذ محمد، بنبقى بالليل بنشوف العمال بيتحركوا وما زالوا بيتحركوا في الداون بمنتهى الحريه. نهاية الاجتماع النهارده كان وصلنا لايه يا استاذ حسن؟ بس يا فندم، بس قبل ما اقول لحضرتك، هو نهاية الاجتماع هي اهم حاجة، ان احنا كلنا نكون ايد واحدة، بحيث ان احنا يوم ما ننادي الاجتماع كلنا لازم نبقوا متواجدين، لان مش هينفع واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة هم اللي هيغيروا المكان، لازم كلنا نبقى ايد واحدة، وهو ده اللي هيقدم، يعني يخلي المشروع يقوم بينا. الاجتماع كان فيه كام بوينت كده، كان الاستاذ محمد هو اللي متولي الموضوع واتكلم فيها، بالنسبه للامن، النظافه، عواميد النور، العماله اللي شغاله، اللي ساكنه في المرحله الاولى والثانيه، كلها تنتقل للمرحله الثالثه، مفيش اي حد بعد الساعه 5 يكون متواجد في الشوارع خالص. اتفقنا برضو ان العقيد عماد او العميد عماد هيكون هنا متواجد يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، هنصلي الظهر في المسجد وكلنا نكون متواجدين. ويا ريت برضو الناس يعني تتفاعل ويكونوا موجودين عندنا، يشرفونا هنا حتى اللي لسه ما استلمش. وبرضو في نفس الوقت احنا اجتماع يوم الجمعه في المسجد الباقي كله لسه. يعني ليه بتكلم كده؟ لان حتى اللي مش شاري شقه بغرض الاستثمار، يعني مش هيسكن فيها، هو من مصلحته ان يكون المكان سمعته طيبه طبعا، لان لما يبقى المكان سمعته طيبه هتجيب له عائد افضل من المكان اللي سمعته مش كويسه. فطبعا احنا انا يعني بنطالب الناس كلها، جميع الملاك الجاي ان شاء الله، او حتى السكان اللي مستاجرين يكونوا متواجدين معانا يوم السبت اللي جاي بعد صلاه الظهر، بعد صلاه الظهر ان شاء الله يوم السبت الجاي باذن الله. طيب يا جماعه، النهارده طبعا احنا قعدنا وبذلنا مجهود كبير جدا لكل، والشكر كبير جدا لكل الناس اللي حضرت. احنا بس عايزين المره الجايه ان شاء الله العدد يبقى اكبر والتفاعل يبقى اكبر، وبعد اذنكم نلتزم بتعليمات الامن علشان نسهل عليهم الماموريه. وشكرا لكم. نشكر حضرتك استاذ محمد، وربنا ييسر حال ان شاء الله ويجيب النتيجه ان شاء الله معانا. شاكرين، شكرا، ربنا يخليك.